أهلا ومرحبا بك صديق المشاهد في لقاء جديد مع أحاديث المسيح حديث هذه المرة مبني على ما جاء في إنجيل يوحنا الاصحاح الأول من آية 43 في الغد أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل فوجد في لبس فقال له اتبعني وكان في لبس من بيت صيدا من مدينة اندراوس وبطرس. في لبس وجد نسنائيل وقال له: وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة. فقال له نسنائيل: امن الناصرة يمكن ان يكون شيء صالح؟ قال له في لبس: تعال وانظر. ورأى يسوع نسنائيل مقبلا إليه فقال عنه هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه قال له نسنائيل من أين تعرفني أجاب يسوع وقال له قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت التينة رأيتك أجاب نثنائيل وقال له يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل اجاب يسوع وقال له هل امنت لاني قلت لك اني رايتك تحت التينه سوف ترى اعظم من هذا وقال له الحق الحق اقول لكم من الان ترون السماء مفتوحه وملائكه الله يصعدون وينزلون على ابن الانسان مشهد من المشاهد المبكره في حياه السيد المسيح على الارض نقرا هنا في هذا النص عن اسماء مثل فيلبس ونسنايل واتى ذكر دراوس وبطرس لانهم من نفس بيت صيدا مدينه فيلبس في هذا الحوار الرائع بصفه خاصه اللي دار بين نثنائيل والسيد المسيح. اللي فيها يسوع قال له كلمته المشهوره. في الاول قال عنه هو ذا اسرائيلي حقا لا غش فيه، بيتكلم عن نثنائيل وبعدين قال له قبل ان دعاك في لبس وانت تحت التين رايتك. وبعدين قال له في النهايه هتشوف امور اعظم فيما بعد. الحقيقه أول مرة بنتقابل مع نسانائيل. ومن الأمور الغريبة إنه إنجيل يوحنا هو الإنجيل الوحيد من الأناجيل الأربعة اللي ذكر اسم نسانائيل. مش موجود اسم نسانائيل في متى أو مرقس أو لوقا. وده خلى عدد كبير من الشراح والمفسرين يسألوا مين هو نسانائيل. البعض تطرف وقال غالبا ده مش شخصيه حقيقيه. ده شخصيه رمزيه للناس المخلصين الجادين اللي بيبحثوا عن الحق. واعتقد مفيش ما يؤيد هذا الراي. راي اخر ايضا لا اتفق معاه اللي قال انه نثنائيل هو متى تلميذ المسيح. لأنه معنى الاسمين هبة الله أو نعمة الله أعتقد أنه ده دليل غير كافي أن يقول ناثنائيل هو متى لكن أقرب الأراء للصواب هو أنه ناثنائيل واحد من تلاميذ يسوع أو الرسل الاثني عشر بيأتي في يوحنا هنا يوحنا واحد مرتبط باسم فيلبس ولما بنروح لقوائم الرسل في انجيل متى وانجيل مرقس وانجيل لوقا التلاتة يذكروا دايما في ومعاه بارسلماوس وكانه بارسلماوس هو رفيق في لوبوس. اللي هنا نسنائيل رفيق في لوبوس. أو صديقه المقرب إليه. عشان كده الرأي التقليدي أو الشائع إنه نسنائيل هو برسلوماوس المذكور في بقية الأناجيل واحد من رسل المسيح. لكن الحقيقة بيهمنا أكثر إنه يبدو إنه نسنائيل شخص جاد بيبحث عن الحق. بيبحث عن الحقيقة. والنوعية دي بيهم الله جدا يهم الرب جدا انه واحد عطشان لمعرفة الحق وما من شخص يشتهي ويبحث عن الحق الا والله يجده ويكشف ليه كل الحق ويكشف ليه كل الحقيقة الحقيقة بدا متحيرا ما ابتداش من الاول شخص ايجابي لكن ابتدى وهو متحير بسبب المفاهيم اللي عنده بسبب التراث من القيم والمعرفه اللي موجوده عنده من قبل في لبس قال له في ايه 45 من يوحنا واحد بيقول له ناس قيل وجدنا الذي كتب عنه موسى في الناموس والانبياء يسوع ابن يوسف الذي من الناصرة اللي كتب عنه موسى في الناموس والأنبياء اللي هو المسيا ده اللي قصد في لوبس يقول له أنا وجدت المسيا أنا شفت شخص اللي هو يسوع اللي من الناصرة يسوع ابن يوسف النجار وأنا تيقنت يا ناسنائيل إنه هو ده اللي الأنبياء وموسى كتبوا عنه باعتبار أنه هو المسيح ويبدو أنه كان في مثل دارج أنه لا يخرج من الناصرة شيء صالح فنسائيل افتكر هذا المثل وقالوا الفيلبس أنت بتقول إيه الكلام ده يبدو غريب ومستحيل لأنه أمن الناصرة يمكن أن يخرج أو يكون شيء صالح ففيلبس الحقيقة كان شخص وديع وبيحاول يساعده قدر ما يستطيع قال له كل ما في الامر تعالى وانظر واتى به في لبس الى يسوع وبتخيل المشهد في لبس ونسنايل اثنين اصحاب اثنين اصدقاء جايين ناحيه شخص الرب يسوع ولما شافهم من بعد شاور على نسنايل وقال هو ذا اسرائيلي حقا لا غش فيه هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه وهنا اندهش نسنائيل فقال له نسنائيل من أين تعرفني؟ من أين تعرفني؟ هو ذا إسرائيلي حقا لا غش فيه كلمة في غاية الأهمية لأنه ربما كان في ذهن الرب يسوع في ذلك الوقت أول إسرائيلي أول من له إسرائيل اللي هو يعقوب أبو الأصباط لما من سفر التكوين والملاك اللي صارعوا وقتها قال له لا يدع اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل لكن هذا اليعقوب اللي هو أبو الأصباط بعضنا يذكر أن كانت حياته مليئة بالغش والخداع مع ابيه ومع اخيه ومع خاله لابان ومواقف واحداث كثيره جدا تظهر ان يعقوب الاب كان حياته مليئه بالغش والخداع. لكن هنا بيقول له دا اسرائيلي حقا لا غش فيه. بقول غالبا كان هذا في ذهن المسيح وقتها لانه في ايه 51 قال له من الان ترون السماء مفتوحه وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الانسان. واول حد شفنا في التاريخ هذا المشهد كان يعقوب ايضا. لما كان في طريقه لخاله لابان ونام في الطريق وشاف الحلم والسلم المنصوبه وملائكة الله نازله وصاعده على يعقوب في ذلك الوقت. فبيقول له انت اسرائيلي. لا غش فيك فسالوا فيلبس من اين تعرفني من اين تعرفني هنا شاف نسنائيل انه ده شخص عنده معرفه غير عاديه ودي حكايه على فكره كانت بتلفت نظر الناس في الوقت ده لما يكتشفوا يسوع انه لديه القدره على معرفه غير عاديه كانوا بيندهشوا واحيانا يؤمنوا فاكرين السامريه يوحنا أربعة قالت أنا أعلم أن مسيا يأتي ومتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء فواحدة من علامات المسيا أنه يكون عارف معرفة كبيرة ومعرفته عجيبة ويخبرنا بكل شيء فرد يسوع وقال في لبس لما قال له من أين تعرفني قال له قبل أن دعاك في لبس وأنت تحت التينة رأيتك والتعبير هنا بيقدم لنا أكثر من معنى أكثر من احتمال للمعنى ربما الرب بيتكلم عن المعرفة المكانية في مكان ما يا نسنايل أنت كنت تجلس تحت شجرة التين أنا كنت أراك بمعرفتي العجيبة الغير محدودة أو معنى آخر إنه من يجلس تحت التينة كانت عادة عند اليهود وحتى في إشارات في العهد القديم لهذا الأمر إنه من يجلس تحت التينة أو تحت الكرمة يعني شخص يتمتع بالهدوء وبالسلام وفي الوقت ده بيبني علاقته مع الله يجلس تحت التينة أو تحت كرمته لكي يكمل رحلته مع الله في سلام وفي علاقة وفي شركة فالرب بيقول إسرائيلي حقا لا غش فيه أنت من ضمن عاداتك أنك تجلس تحت التينة وتتأمل في ناموس الله وفكر الله وشخص الله لكن في دراسة أخرى بتقول المسيح هنا كان بيستخدم لفظ التينة بمعنى آخر مختلف فلفظ تينا بالارامي سوكو ونفس كلمه سوكو بتعني خنجر او سكين وكانت هذه الكلمه بتقال عن حزب الغيوريين هذا الحزب اللي كان بيتسلح بالخناجر والسكاكين وهدفه ورغبته طرد المستعمر الروماني عندهم غيره على اليهودية وعلى قوميتهم وعايزين يطردوا المستعمر الروماني حتى لو بالخناجر أو بالسكاكين. ويبدو أن سنائيل كان عضو في هذا الحزب. وعلى فكرة الدراسات بتقول لنا العضوية في هذا الحزب كانت سرية، لأن يعني كان فيه خطورة على الناس دول. لأن يعني ضد, ضد السلطات الرومانية. فالمسيح بيقول له أنا أعرفك انت عضو في حزب الغيوريين انت عضو في الحزب اللي بينادي بطرد الرومان علشان كده اندهش نسنائيل وقال الاعلان الخطير بعدها مباشرة يا معلم انت ابن الله انت معلم اسرائيل لانه ادرك نسنائيل انه يسوع المسيح هذا يعرف الاسرار ويعرف الخبايا ويعرف الامور الغير معلنه اذا ليس هو شخص عادي ومش هو الشخص اللي حكمت عليه منذ قليل امن الناصره يمكن ان يخرج يكون شيء صالح لا الان ارى انك معلم انك ابن الله انك ملك اسرائيل. وهنا الحقيقه بنشوف اعتراف مثلث قالوا نثنائيل عن شخص المسيح بيقول له يا معلم انت معلم وقتها كانت كلمه معلم لقب التبجيل والتكريم والاحترام فنثنائيل هنا بيقول له انت تستحق كل التقدير والاحترام انت بسبب معرفتك العجيبه وبسبب هذا الحوار والحديث أنا أرى أنك معلم مش بس كده أنت ابن الله وهنا بيرتقي نسنائيل في إيمانه في معرفته نفتكر هذا اللقب لقب ابن الله كان الإعلان عنه والإيمان به كان أمر أساسه وجوهري في إيمان المؤمنين في ذلك الوقت والنهارده كمان لما الرب يسوع في متى 16 سأل التلاميذ من يقول الناس إني أنا ابن الإنسان قالوا له بيقولوا عنك يوحنا المعمدان إرمية واحد من الأنبياء فقال لهم وأنتم من تقولون وقتها بطرس قال له أنت هو المسيح ابن الله الحي امتدح يسوع بطرس وقتها وقال له يا سمعان ابن يونا إن لحما ودما لم يعلن لك لكن أبي الذي في السماوات الحقيقة نسنائيل هنا سبق بطرس في الإعلان لأن احنا بنتكلم هنا يوحنا واحد ده بداية خدمة يسوع الجاهرية ودعوته لتلاميذه هو أول واحد شاف هذا الإعلان أن يسوع هذا هو ابن الله ونفس إنجيل يوحنا بيأكد لنا إن فكرة يسوع هو إبن الله والإيمان به بهذا المعنى هو هدف الإنجيل هو هدف الرسالة نقرأ في يوحنا عشرين من آية ثلاثين وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله هذه قد كتبت لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تقول لكم إذا آمنتم حياة باسمه معجزاته التي كتبت والتي سطرت هدفها أن يؤمن الإنسان أن يسوع المسيح هو ابن الله مش بس كده قلنا أن قال إعلان مثلث يا معلم أنت ابن الله أنت ملك إسرائيل أنت الملك أنت الملك برضو ده إعلان مبكر جدا لأنه يسوع نفسه حتى فيما بعد رفض اعتراف الجماهير بأنه ملك في وقت مبكر يوحنا ستة مثلا لكن فيما بعد زي دخول الانتصار يوم أحد السعف قابل يسوع هتاف الجماهير مبارك الملك الآتي باسم الرب وفي المحاكمة أمام بيلاطس بيلاطس يسأله أنت ملك اليهود قال له أنت تقول صادق يسوع على هذا لكن السنائيل هنا سبق كل هذه الإعلانات لما قال له أنت ملك إسرائيل إسرائيل بالمعنى العام الشامل كل المؤمنين كل الأتقياء أخيرا قدم يسوع هذا الإعلان وهذا التشجيع لنا سنايل ولكل حد فينا النهارده. قال له: سوف ترى أعظم من هذا. من الآن ترون ابن الإنسان. ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان. وقدم الرب لمرة مبكرة جدا تعبيره ولقبه الخاص جدا ابن الإنسان لقب المسيح اللي استخدم 83 مرة في الأناجيل الثلاثة متى ومرقس ولوقا أحبائي كل من يبحث عن الحق حتما سيجده وكل من يبحث عن الحق مثل سنائيل سيمد الله يده ويعينه ويساعده لا تتوانى ابحث عن الحق واعرف الحق واقبل الحق والحق يحررك ويكون بركه لحياتك. الحق هو يسوع المسيح نفسه اللي شافه نسنائيل وامن به. ارجو ان يكون اختبارك واختباري واختبار كل حد فينا واحنا نجري حديث كهذا مع شخص المسيح. والى لقاء جديد في حلقه اخرى استودعك لنعمه الرب.